رحتي انت اول شيء؟ يلا صرنا بالباص صحنا نمشي اجوا ضربه امي بعدين قمنا ننجف نخاف احنا من الباص قمنا نبكي هوايه فاحنا ضربوا ابوي بعدين بابا اجى ضربه لا سمعنا احنا الزيال يعني يشوفون مسافه تقريبا نص ساعه بعيده عن المدينه فهو صيح علي وصرخ وغلط علي وان ضربني بضرب هون هذا الكف كله كان وجهي ورم وعيوني اني اصلا نظري ضعيف قال أنا ما أقدر أسوي شيء قلت له شلون ما تقدر يعني أنا كامرأة يعني مفروض أنا يكون عندي حق هنا ولو ماكو حق المرأة هنا هم يعني فقال له ما نقدر نسوي لك أي شيء بعدين أنا أخاف أنا أجي أنامي أمي أتبج بيج أخاف من إحنا بهاي البوليس وهاي العرق لأن أنا أخاف هواية أنا أخاف على أمي وأبوي أنا أخاف عليهم أطفالي يعني كل ما يقومون يقعدون أنا أشوفهم بعض مرات أطفالي من يقعدون يحجون سوى قول شفت ماما شلون ضربت هذا هيجي ضربه وهذا هيجي ضربه وبابا ضربه وهيجي يعني هذا الطفل من يكون هيجي بباله يعني تعرف شيء صعب فأنا حاول إنه أتلافى الموضوع أقول أي صارت هيجي ابني وشوف أحاول إنه أغيره من سوى كطفل يعني ما شاء الله عندي 7 و6 يعني طفل وذاكرته نظيفة فيتذكر يقول إحنا هناك بالعراق جوي شالوا مسدس على ماما وهددون جينا بتركيا ضربونا إجينا هنا يعني كطفل هل كنت ده يحكي هذا الحكي أني أكبر شلون أطفال يعني في كثير من الأطفال من ضمنهم أني أطفالي يخافون من يركبون الباص من يجي الباص يصير حالة هلع عندهم حالة خوف عندهم يرجفون يعني يخافون ازدحام الباص ليصير بها مشاكل فأتمنى يعني يكون يعني باص يعني فقط للنساء والأطفال أنه حتى الأطفال يعني بعد لا يخافون يرتاحون نفسيا يعني أنا أطفالي أصلا بهم حالة نفسية فمن شافوا هاي الباص قاموا يخافون يركبون أي باص فيصير هناك يعني بعض ما تصير حالات طارئة إن كان واحد مريض أو واحد يتخربط خليني أحكي ماما واحد يتمرض أو واحد يتخربط أو واحد يصير عنده حالة طارئة أو يعني أي سبب مثلا يريد مثلا يوصل المدينة ما يقدر يعني في ناس يعني يتمرضون يتخربطون يخابرون الإسعاف تقريبا ساعة يلا تجي يعني الإنسان يعني إحنا صارت كم حادثة هما ما في يعني أي طبيب أو أي شيء يعني ماكو بالفيال لما سنت الحيوان أفرض من عندنا يعني مرة قبل البارح أو بعد قبل يومين صارت معي حالتين ذهبت إلى فيال ورأيت الناس النساء تصعد ويدفعهم فقط الرجال يصعدون الباص كله للرجال والنساء لا يصعدون إنه نحنا بدنا باص للسيدات يجيبنا على المركز للنساء مشان نرتقي ونكون للأحسن نتعلم لغة لأنه المركز كتير عم يفيدنا والباص صار الكبرى صار انفجر الباص وقع عبالك هي حيوقع بصراحة يعني أنا أتمنى هاي الحل يعني مشكلة الباص تنحل يعني أنا بصراحة صار عندي يعني هلا من الخوف يعني صرت حتى أكره نفسي من أكره يعني أركب الباص يعني أنا بالشغلة اللي صارت بي وبالضرب اللي صارت كنت أخاف أركب باص أخاف أتقرب من الباص جهالي يخافون جهالي يصير حدهم بحالة خوف حالة ذراع يعني من أشوفهم يعني بصراحة حتى أكره روحي يعني أقول إنه أتمنى إنه ما أركب الباص لكن أكو أشياء ضرورية إنه تضطر إنه أركب الباص فأتمنى إنه هذا الشيء ينحل وأتمنى يعني أطفالي حتى ينسون هذا الموضوع إنه يكون في باص خاص للأطفال النساء. هاي عركة هذا صار له باص لو شنو صار عمو شنو صار هسه؟ Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive.